دعنا نتطرق أولا إلى نظام S400، يعني نسمع عنه كثيرا على التلفاز، لكن المشاهدون قد لا يعرفون المشكلة في نظام S400. اليوم لدينا ببساطة طائرة F-35 الأمريكية، وهي يعني جوهر التاج القوة الجوية الأمريكية. لدينا مشكلة اليوم في وجود هذه الطائرة في مجال جوي تنشط به منظومة S-400 على الأرض، لأن اليوم الحرب يعني في هذا النوع من التكنولوجيا والأسلحة المتطورة تعتمد على التحليل ومعرفة نقاط ضعف الهدف، خصوصا اليوم في الحرب الجوية الخفية أو الطائرات الخفية. فلا نستطيع اليوم أن تكون طائرات F-35 وأي أسلحة جديدة أمريكية موجودة بقرب منظومات S-400. ولاحظنا أن الحكومة الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد ألغت صفقة F-35 مع تركيا لهذا السبب تحديدا. من موضوع يعني موضوع سياسي، طبعا كنا واضحين في الولايات المتحدة بشكل يعني لا يحمل الخطأ، لا أي دولة تشتري أنظمة S-400 عليها عقوبات فورا، وهذه العقوبات موجهة عمليا لروسيا، لكن المتضرر سيكون الدولة الشارية لهذا السلاح. فاليوم يعني لدى النظام التركي خيار واضح جدا، يبقى في فلك المنظومة الناتو ويستعمل أسلحة تتطابق مع أسلحة الناتو ويمكن استعمالها بشكل مترابط مع دول الناتو الأخرى، أو الخروج عن السرب وشراء سلاح S-400 للدفاع الجوي وتحمل تبعيات هذا الموضوع. بالنسبة لتبعيات هذا الموضوع أستاذ حازم، كما تعلم أن إدارة ترامب السابقة فرضت عقوبات على رئاسة الصناعات الدفاعية في تركيا حول تسلم الدفعة الأولى من S-400. الآن هناك أيضا وزارة الدفاع الأمريكية تهدد صراحة بفرض عقوبات إضافية على النظام التركي في حال تسلم الدفعة الثانية. هنا تركيا كيف ستتعامل؟ وهي أحوج الآن إلى علاقات جيدة مع أمريكا في ظل العلاقات السيئة مع المجتمع الدولي بشكل عام. يعني في الفترة الماضية ليس واضحا جدا ماذا تريد تفعله تركيا. تركيا دولة كما قلت هي جزء من الناتو وتشتري أسلحة روسية، هذا شيء غير مقبول. واليوم يعني نحن نرى، حتى يعني دعنا لا نظلم تركيا بشكل كبير جدا، حتى الهند اليوم يعني تتحدث عن شراء S-400 أيضا، وقد يكون عليها عقوبات أيضا، لكن تركيا أحوج اليوم إلى المجتمع الدولي. لكن الهند أستاذ حازم، يعني تركيا هي كما ذكرت هي عضو في حلف شمال الأطلسي، وامتلاك سلاح صواريخ S-400 يؤثر على أنظمة الحلف شمال الأطلسي، الأنظمة الإلكترونية أقصد والدفاعية. 100%، وهذا سيؤدي بشكل واضح إلى حرمان تركيا من أي أسلحة جديدة سيصدرها دول الناتو والولايات المتحدة. أولا يعني الـ F-35 هي أفضل سلاح جوي موجود الآن، ويعني سلاح سيطرة جوية لا يوجد له مثيل، وتركيا ليس لديها أي من بسبب الـ S-400. ففي النسخة القادمة من F-35 F-15EX لن تحصل عليه تركيا ما دام الـ S-400 على أراضيها. أستاذ حازم، يعني بأقل من دقيقة لو سمحت، يعني تركيا بقيادة هذا الحزب، حزب العدالة والتنمية ونظام أردوغان، هل سيقدم برأيك تنازلات كبيرة لعودة علاقاته مع واشنطن في ظل ما يعيشه من عزلة دولية كبيرة؟ سيدي، أعتقد الموضوع أكبر من تركيا اليوم وأكبر من الحزب الحاكم في تركيا. اليوم نحن نتجه يعني يوجد بشائر لحرب شبه عالمية لم تكن عالمية، يوجد مواجهة بين الصين والولايات المتحدة في المدى القريب. لن تكون مواجهة عسكرية على المدى على النوع التقليدي، لكن سيتحتم أن تكون الدول الكبرى كتركيا ذات موقف واضح من هذه المعركة.
يعني اقتصاديا أو تقنيا أو حتى عسكريا في بعض الأحيان. على تركيا أن تكون واضحة جدا في سياستها الخارجية وسياستها العسكرية. هل تريد أن تكون جزء من الناتو؟ هل تريد أن تكون دولة عدم انحياز؟ هذا غير واضح. يعني كل يوم من تركيا نرى توجها جديدا ليس واضحا. نحتاج الوضوح في نعم هذه المنطقة. نعم أستاذ حازم، وهذا ما يقوم به دائما أردوغان باللعب على المتناقضات السياسية. أشكرك جزيل الشكر حازم الغبرة، مستشار سابق في وزارة الخارجية الأمريكية، كنت معنا مباشرة من واشنطن.